السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي ساعة اقتصاد. إذا جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025 لمواصلة مختلف التدابير المتخذة في سنواتها السابقة والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز الديناميكية النشاط الاقتصادي الوطني وضمان العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطن والتوازنات المالية الكبرى للدولة. مشروع قانون المالية لسنة 2025 يندرج ضمن حوكمة المالية الجديدة من خلال نمط البرامج التي تنتهجها الدولة، حيث لم يحمل أي ضرائب جديدة، بالإضافة إلى التركيز على بعث المشاريع المهيكلة والبرامج الاستدراكية للولايات، مع مواصلة سياسة رفع الأجور والمنح، مع فتح مناصب شغل جديدة، وكذلك ضمان مواصلة البرامج السكنية. أهم ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيكون محل النقاش لهذا العدد من ساعة اقتصاد. بداية أرحب بضيوفي الكرام، أولا دكتور الهواري تغرسي وخبير اقتصادي وأستاذ جميع. أهلا بك دكتور. شكرا. شكرا جزيلا. كما أرحب بسيد أبو بكر سلامي وخبير في المالية والجباية. أهلا بك سيدي. شكرا بارك الله. شكرا جزيلا. كما أرحب بالسيد محفوظ كاوي وخبير اقتصادي. أهلا بك سيدي. شكرا جزيلا على قبول دعوة التلفزيون. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. إذا دكتور تغرسي نشرع معك فيها النقاش. إذا طرح مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني. هذا المشروع دائما يعتمد الموازنة خلال هذه السنوات الأخيرة تعتمد على ميزانية متوسطة المدى، يعني بخصوص سنة 2025 2026 2027 حسب قانون أو أحكام القانون العضوي رقم 18-15 والصادر في سبتمبر 2018. طبعا الحمد لله أنه تقدمت الجزائر إلى هذا القانون، لأنه هذا قانون عضوي، القانون خاصة بالأهداف بالنسبة للمشاريع، القانون اللي يعتمد تقريبا على 3 سنوات في التنبؤات نتاعو المستقبلية، وهذا مهم جدا لأنه في كثير من المشاريع المسجلة في كل قطاع تقريبا هي ليست مشاريع سنوية، في كثير من الحالات مشاريع ل3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، ولطبعا تجسيد هذه المشاريع الاقتصادية. ولكن الحمد لله أنه هذه السنة تقريبا عرفت أكبر ميزانية منذ الاستقلال، وهذا مهم جدا. ولكن دائما شفنا أنه التنوع اللي موجود في ما يخص قانون أو مشروع قانون المالية هذه السنة، خاصة في الدعم الاجتماعي، لأنه هناك طبعا إشكالية موجودة في العالم اليوم، خاصة بالنسبة للتذبذب اللي موجود في الأسواق العالمية. الجزائر طبعا تحاول دائما الحفاظ على الطابع الاجتماعي بالنسبة للدولة الجزائرية، ولكن بالمقابل شفنا طبعا كذلك دعم لكثير من المنتجات الأساسية اللي طبعا السلطات العمومية حافظت على طبعا القدرة الشرائية، وتحاول من خلال هذه الإجراءات والحفاظ على القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن لعديد من المنتجات، سواء بالنسبة لي، ولكن بالمقابل هناك استراتيجية وطنية اللي طبعا حتى أنه موجودة من خلال الميزانيات المتعددة لتمويل هذه المشاريع في المراحل القادمة، شراكات متعددة، خاصة المشاريع المهيكلة. نعم، يعني خاصة المشاريع المهيكلة اللي تنطلق طبعا كمنتوج خام، ثم في النهاية راح تكون تعطينا منتجات نهائية. شفنا أرقام كبيرة فيما يخص هذا الدعم اللي موجود خاصة في القطاعات الوزارية، ولكن بالمقابل لاحظنا أرقام مهمة جدا، لأنه لما نشوف الدعم الاجتماعي سنة تقريبا يمثل 35% من ميزانية حجم الميزانية من ميزانية الدولة، ولكن قلت لك بالمقابل عرفت توجيه، خاصة لأنه بكل صراحة المقاربة دائما هي مقاربة اجتماعية، ولكن الأهداف طبعا هي اقتصادية، ودائما نقولها أنه لا يمكن الحديث على مواطن فقير ونبني نموذج اقتصادي قوي في المراحل القادمة، من أنه مهم جدا كيف نفعل الطلب الوطني من خلال طبعا هذه الزيادات اللي موجودة تقريبا كل الشرائح الاجتماعية اللي وصلت في المراحل السابقة إلى مستوى 43%، وينتظر انه عفوا 47% ينتظر انه تكون زيادات في المراحل طبعا القادمه بالنسبه لعديد من الشرائح، ولكن عمل حتى بالنسبه لهذه القطاعات اللي هناك دعم كبير، هناك عمل لتصليح او لاصلاح هذه المنظومه في المراحل القادمه، سواء بالنسبه
هذه المنتجات اللي نستوردها من خلال طبعا تفعيل عملية الاستثمار. وهنا شفنا انه ميزانية متخصصة فيما يخص تطوير الاستثمار، فيما يخص ترقية الاستثمار، فيما يخص الدعم الحقيقي، ولا في بعض الحالات انه ما نشوفش الميزانية على شكل جانب مالي. نظن سلامي وافقني على شكل نفقات جبية، اللي لما نقول نفقات جبية هي الامتيازات اللي تمنحها الدولة وتقلص طبعا من مداخيل الدولة، ولكن بالمقابل تعطيها لكل المستثمرين الوطنيين او حتى بالنسبه للاجانب لاطلاق فعلي نحو الاستثمارات الوطنيه وتشغيل. طبعا الحاجه الاولى هو تفعيل طبعا هي الثروات الوطنيه اللي اليوم نستغل اقل من 20% من الثروات الوطنيه. ننتظر طبعا انطلاق لكثير من المشاريع للولوج الى طبعا تفعيل هذه المنتجات في الايام القادمه ان شاء الله. شكرا لك. سيد سلامي، اليوم مشروع القانون المالي لسنه 2025 يعني موازنه اللي تم تحديدها اكثر من 16000 مليار دينار، ما رايك في هذه الموازنه؟ نعم، لما نشوف في هذا الثالث قانون اللي يجي في اطار القانون العضوي لقانون الماليه، هو ثالث بعد قانون الماليه 2023 2024، نرى بأنه فيه توجه في نفس الإطار في نفس الطريق اللي هو الرفع من الميزانية تاع الدولة. لأنه لما نتكلم على الميزانية الدولة هي نشوف من قانون المالية بأن النظرة استراتيجية بعيدة المدى والمتوسطة وبعيدة المدى. لما نشوف هذا الحجم الكبير من النفقات العمومية اللي ارتفع هذه السنة بما يقارب 2000 مليار دينار جزائري، هو رقم كبير. إذا نظن بأنه النظرة ما زالت الهدف تاعها او الهدف بصفه عامه تاع قانون الماليه هو المحافظه على ايجابيه المؤشرات الكبرى. يبقى ربما على المستوى الجزئي والمستوى القريب المدى نتكلم على 2025. ما هي المؤشرات الكبرى اللي تحدثت عليها؟ نعم، نتكلم على الناتج الداخلي الخام اللي الهدف تاعنا انه نرفعوه بنسبه كبيره، نسبه النمو، نتكلم على التضخم، نتكلم على هذه الامور اللي نجد بانها الهدف تاعها هو تحسينها، الحكومه الهدف تاعها تحسينها. تبقى ربما التفاصيل او المؤشرات الصغرى اللي هي على مستوى الاقتصاد الجزئي او على مستوى سنه، نشوف لأنه فيه بعض الأمور اللي يجب أن نبقي عين الحذر دائما مفتوحة على بعض المؤشرات اللي يجب تحسينها. ربما سندخل في التفاصيل، نتكلم على الجبهة العادية، نتكلم على ربما العجز من سنة إلى سنة، نتكلم على بعض المؤشرات اللي من المفروض تكون دائما نكون حذرين من هذه المؤشرات اللي ربما على المدى البعيد التراكم تاعها ممكن يكون فيه. أما بصفة عامة قانون المالية 2025 يدخل في هذا الإطار الاستراتيجي اللي هو ديناميكية اقتصادية اللي تحقق لنا نقله نوعيه للاقتصاد الجزائري الكلي، وهذا نظن بانه المؤشرات واضحه في سنه 2023 وستكون في 2025. شكرا لك. سيد كوبي، للعام الرابع على التوالي نشوف تزايد في حجم موازنه الجزائر، لماذا؟ هو الزياده المحسوسه، لان لما ناخذ منحنى الزياده منذ 2021 نرى بان نسبه الزياده مهمه بشكل محسوس اذا قارناه بالزيادات التي كانت متواجده مثلا ما بين 2000 و2018 ولا 2019. لكن فيه عوامل موضوعيه التي هي وراء هذه الزياده، من بينها أولا زيادة نفقات ناتجة عن محيط خارجي، أولا تميز بأزمة كوفيد وما ترتب عنها من زيادة أسعار وتضخم على مستوى الأسواق العالمية، لما نعلم بأن التحويلات الاجتماعية الموجهة للأسر وغيرها تحوز جانب مهم من النفقات، فإن الأمر زاد من نفقات الدولة من أجل دعم الأسعار التي اصلا ازداد سعرها على الاسواق عالميا فعلا. اثنين، قبل 2018 الكل يتذكر اننا ما بين 2014 و2018 ازمه حاده على مستوى اسعار النفط، الامر الذي جعل السلطات العموميه ذلك الوقت تعمل على تقليص اكبر قدر ممكن النفقات العموميه، وجمدت اساسا نفقات التسيير
نفقات التسيير والأجور على وجه الخصوص، الأمر الذي نتيجة أيضا لتردي القدرة الشرائية ونتيجة زيادة الأسعار على الأسواق العالمية كان من اللازم ضروري تدارك هذا الأمر عن طريق زيادة في الأسعار، زيادة في الأجور. الأمر الذي يظهر بصفة جلية لما نتكلم على 47% زيادات في الأجور التي تشكل ما بين 47 و53% من ميزانية التسيير، 100% من ميزانية التسيير، فإن الأمر يكون له نتائج محسوسة على نسبة زيادة. الأمر الثالث هو متعلق بالأمر الأمني، لأن 2021 إلى يومنا هذا أوضاع جيوسياسية أثرت بشكل كبير جدا على محيط الجزائر من خلال عدم الاستقرار الموجود في المنطقة والتهديدات التي في العالم أيضا بطبيعة الحال. الأمر الذي يستدعي زيادة ميزانيات قطاعات مثل القطاعات الحساسة. إذن والأمر الرابع وهو أيضا مهم، كل إعادة نظر في القوانين الأساسية للعديد من القطاعات سواء كانت التربية أو تعليم عالي أو صحة أو غيرها، الأمر الذي أدى إلى نظام تعويضي كان له أثر مالي مهم للغاية. وفي الأخير كان فيه زيادة أيضا بالنسبة لميزانية التجهيز لم تكن مهمة كما كان عليه الحال سابقا، بالنسبة لميزانية التسيير كانت في حدود 3.5% من سنة إلى أخرى، والهدف منها هو بعت المشاريع المهيكلة الحال مناطق الدل تمويل المشاريع التي جمدت لمدة طويلة جدا والتي كان لابد من تداركها. أعتقد أن هذه العوامل الخمس هي العوامل الأساسية التي أدت إلى ارتفاع محسوس، أدى أيضا إلى ارتفاع عدم التوازن ما بين المداخيل والنفقات، وأدى إلى زيادة العجز العمومي أيضا الذي يجب أخذه بعين الاعتبار وتداركه في المستقبل. ما هي الآليات اللازمة من أجل تدارك العجز في الميزانية؟ ترشيد النفقات، لأن في الكثير من الأحيان نتكلم فقط على المداخيل، ولكن يجب أن نوجه أهمية كبيرة إلى النفقات، خاصة التحويلات الاجتماعية التي تستهلك أكثر من 35% من الموازنة. أيضا ترشيد أو أنا جوستومون في مستوى الأجور، لأن لا يمكن أن بطبيعة الحال، لأن الآن كاهل الميزانية العمومية يتقل من سنة إلى سنة من أجل حل مشاكل التشغيل وغيرها، بينما المفروض أن الساحة الاقتصادية الساحة الخاصة هي التي تخنق أكثر فرص عمل. لذا فإن المفروض أن كلة الأجور في المستقبل تنقص، خاصة أننا نذهب إلى انتقال رقمي المفروض أن يعطينا إعادة نظر في تسيير الجانب الهام اللي هو كتلة الأجور. وثالثا كنت تكلمت على القانون العضوي للميزانيات طبيعة الحال، إذا المانجمنت باغ أوبجيكتيف أو التسيير بالأهداف لا يجب أن يبقى فقط على مستوى المبادئ، بل يجب أن يترجم عن طريق إصلاحات في التسيير سواء من ناحية التنظيم أو الأدوات أو بروفيلات المسيرين على المستوى المحلي، يعني يجب يكون أكثر عقلنا وأكثر محقق لأهداف التنمية. شكرا لك دكتور تغرسي. اليوم الإنفاق العمومي، حجم الإنفاق العمومي الكبير اليوم هي سياسة في إطار سياسة الدولة، هي من خلال تسريع أو تحديث ديناميكية الاقتصادية. اليوم نتحدث عن إنفاق عمومي كبير، لكن من أجل خلق حلقة اقتصادية قوية، واليوم نتحدث على 450 ألف منصب شغل خلال السنة القادمة. نعم، لأنه شفنا حركية بالنسبة لعديد من القطاعات. نظن كما قال كبعان كاوبي ضرورة تحريك القطاع الاقتصادي اللي ممكن جدا هو يشغل لك ويسرق كثير من الطلب على الشغل. اليوم شفنا أنه على مستوى الوكالة بالنسبة لوكالة ترقية الاستثمار تقريبا وصلت إلى مستوى أكثر من 9700 استثمار مشروع مسجل طبعا على مستوى، وهذه المشاريع اللي ممكن تكون مش فقط مؤسسة ولكن تكون عدة مؤسسات إذا ما فعلنا كثير من الحركية. هنا نحكي على الحركية خاصة بالنسبة للعقار الاقتصادي، وهذا مهم جدا لأنه شفنا مشاريع انطرقت في المرحلة السابقة، وشفنا قضية رقمنة مهمة جدا لإعطاء حلول بالنسبة لهذه المشاريع، وأعطت
خلينا نقول لك التوجهات اليوم اللي نحو المشاريع، لانه المعايير لاختيار المشاريع مهمه جدا. نظن انه الوكاله مشات في الجانب هذا، الهدف انه تخلق حركيه لتوفير مناصب عمل في المراحل القادمه، لانه شاهدنا اليوم تسويه كثير من المشاكل في المراحل السابقه، تقريبا اكثر من 1 مليون منصب، سواء بالنسبه اللي كانوا عاطلين، سواء بالنسبه لي حتى بالنسبه لمعقود ما قبل الشغل تقريبا 450 ألف، عده طبعا فئات مهمه تم تسويه الوضعيه. اليوم ما علينا من خلال طبعا هذا المشروع الانطلاق طبعا الفعلي بالنسبه لتفعيل هذه المشاريع. هناك طبعا مشاريع عموميه مهمه جدا، شفنا في القانون هناك طبعا تمويل لمشاريع مهمة اليوم، خاصة بالنسبة للطرق وهي مهمة جدا، لأنه لا يمكن الحديث على طرق أو لا يمكن الحديث على مشروع استثمار دون توفير البنى التحتية. نظن السلطات العمومية تركز على البنى التحتية، مثلا بالنسبة للقطار شفنا أنه مشاريع عدة اللي وصلت طبعا عدة موانئ، وصلت حتى بالنسبة للمناطق الجنوبية بالمناطق الشمالية، هناك طبعا مشاريع للوصول إلى تقريبا 15 ألف كيلومتر. هذه أرقام مهمة جدا. نظن في هذا القانون أو في هذا المشروع كان جزء مهم جدا لطبعا الانطلاق فعلي بالنسبة لهذه المشاريع، ولكن حتى بالنسبة للنفقات التحويل، لأنه لما نشوف النفقات التحويل تقريبا 5,928 مليار دينار تقريبا 44 مليار دولار، ورقم كبير مرتبط خاصة ب نقدر نقول الحبوب، واللي ديوان الجزائري المهني الحبوب تقريبا 348 مليار، الحليب كذلك 100 مليار، المياه المحلات اللي هي أصبحت اليوم استراتيجية وطنية جديدة للتغذية، لأنه لا يمكن الحديث على منظومة سواء تصنيعية ولا فلاحية دون توفير المياه. نظن السلطة من خلال طبعا المشاريع اللي موجودة في أكثر من 23 مشروع في المحطة التحلية المياه يحتاج إلى تمويل لانطلاق بالنسبة لهذه المشاريع، سواء كذلك بالنسبة لدعم الطاقة، لأنه بكل صراحة حكينا عن الدعم الاجتماعي في كثير من الحالات، وينبغي طبعا إيجاد حلول في المراحل القادمة بالنسبة لقضية الطاقة والإمكانيات الطاقوية الموجودة في الجزائر. كذلك بالنسبة لتثبيت أسعار السكر والزيت، وهنا نحكي على الاستراتيجية الوطنية الموجودة، تقريبا 100 مليار دينار جزائري أقل من 1 مليار دولار. وهذه طبعا هناك استراتيجية اليوم من طرف السلطات العمومية وعدة مشاريع لتحقيق طبعا هذه المشاريع المدمجة في المناطق الجنوبية، ولكن حكينا قلنا أنه ضرورة أنه هذه المشاريع العمومية تمر، لأنه هذه لتبين نوعية ومكان طبعا المشاريع، لأنه تقريبا كل المشاريع تنتظر المشاريع الاستثمارية تنطلق في هذه هذه المشاريع الاستثمارية الحكومية لتوفر خارطة الطريق في المراحل القادمة. اليوم سيد رئيس الجمهورية قال أنه ممكن السنة القادمة نوصل طبعا إلى حتى المناعة، بعدها ممكن نوصل إلى مناطق متعددة. نظن أنه كان أموال كبيرة بالنسبة لقضية الدعم، حتى بالنسبة للتحويل لفائدة الأشخاص تقريبا 1755 12 مليار تقريبا دولار. لما نشوف تحويل لفائدة المؤسسات العمومية ذات طابع صناعي والتجاري كذلك تقريبا 1061، تحويلات إلى الجماعات المحلية مهم جدا، طبعا دور الجماعات المحلية في تحريك طبعا العملية، ولكن بالمقابل مهم جدا تحريك القانون القانون البلدية والولاية، يعطينا حلول في المرحلة القادمة، يعطينا مبادرة للمنتخب، يعطينا حلول لدور البلدية الاستثماري في المرحلة القادمة، لأنه اليوم تقريبا أكثر من 1300 بلدية عاجزة على المستوى، وبعض البلديات عندهم ثروات كبيرة، ولكن نظن أنه هذا القانون راح يعطينا حلول. كذلك بالنسبة للتحويلات لفائدة المؤسسات، ثم كذلك تحويلات لأخرى تقريبا 1744، نظن تقريبا كل هذه التحويلات، هذه تحويلات، ولكن بالمقابل هذه أرقام مالية موجهة مباشرة، ولكن عاود نرجع هي النفقات طبعا الجبائية. لما نشوف طبعا النفقات الجبائية ولما نشوف التدابير، حاجة الأولى تمديد تخفيض 50% من فيما الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات على المداخل المحققة في مناطق الجنوب. هي ضريبة
تحسب على السلطة العمومية، ولكن هي محفزة للمحفزة الاقتصادي في الجنوب. كذلك بالنسبة للاستفادة من الرسم، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للأملاك القابلة للاستهلاك المقتنات من طرف المؤسسات لإنتاج النقل وتوزيع وتسويق الكهرباء. كذلك منح تخفيض تقريبا 30% من الربح المحاسبي. كذلك بالنسبة لي طبعا عدة إعفاءات مهمة جدا. هذه الإعفاءات الهدف منها كيف يمكن تفعيل المؤسسات الاقتصادية في الريزروار، سواء كانت المؤسسات العمومية وحتى بالنسبة لي المؤسسات طبعا الأخرى. معناتها أنه إشكالية الدعم في المراحل القادمة هذه استراتيجية، لأنه طبعا كنت مذكرت الأول مرتبطة بالأسواق العالمية ومرتبطة بالأزمة اللي كانت موجودة، ومرتبطة كذلك بتوجيه اليوم الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية، سواء بالنسبة لقطاع الفلاحة اللي هو مهم جدا، وهنا نحكو على دور طبعا قطاع الفلاحة لتقريبا توقعات مهمة جدا. فقط في قطاع الفلاحة تقريبا توقعات ليوصل لمعدل نمو 4.4% السنة القادمة، معدل المحروقات كذلك 2.4، الصناعة 6.2، البناء والشغل العمومية 4.3، والخدمات 5.3. هذه كلها أرقام مشجعة. إذن الإنفاق العمومي اليوم عنده أثر على الحركة الاقتصادية. نعم، خاصة بالنسبة لقضية الدعم المباشر بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية لتخلق ثروة. شكرا لي سيد سلامي. مهم جدا التحصيل الضريبي. نوم نتحدث على الجباية العادية والجباية البترولية. الجباية البترولية ما نتحدثوش عليها، لكن الجباية العادية اليوم عندنا إشكال في التحصيل الضريبي. اليوم اللي خلص فلا دوان أو خلص، يعني ما تقدرش تخلص السلعة تاعك حتى تخرج، هذا باين. لكن في التحصيل الضريبي العادي اليوم هناك يعني نقص اليوم، وهذا ما يشكل اليوم عندنا عجز في الموازنة. نعم، نشوف هو الأثر الإيجابية اللي ذكرها سي هواري وسي محفوظ كوبي هامة جدا. كما قلت لك النظرة تاع قانون المالية هي أنه الإيجابية تاعها ما نقدرش اليوم مثلا قانون المالية 2026 ما راحش تكون الإنفاق أقل من 2025، ما راحش نتراجع. وبالتالي أنا نظن باش نساير هذا الحجم من الإنفاق العمومي المداخل راح تكون على المدى البعيد، الاستثمار ما راحش يعطيك مداخل على المدى القريب لأنه كاين إعفاءات جبائية. يعني بعد 5 سنوات من بداية المشروع. نعم. بالنسبة للعملة الصعبة ما راحش يعطيك عملة صعبة لأنه حتى التصدير ما راحش يبدأ على المدى المتوسط، راح يبدأ على الأقل 5 سنوات 6 سنوات هذه المشاريع الجديدة باش تبدأ تصدر إذا كان فيه تصدير. إذا النتائج تاع هذه الإجراءات كلها تظهر على المدى المتوسط والبعيد. يبقى اليوم باش نكبح هذا العجز نتحكم فيه، وانا نظن بان العجز هذا ما يخوفنيش كاقتصاد جزائري قوي، ولكن اجراءات جبائيه يجب ان نتخذها. اليوم لما نشوف تحرك تاع المداخل تاعنا تحرك بطيء جدا، يعني ما بين سنه وسنه ما كانش حتى 1000 مليار دينار جزائري زياده في المداخل تاع الدوله. انا نظن بانه يجب بالموازات مع هذا الإنفاق أنه نتخذ إجراءات جبائية خاصة الجباية العادية، لأنه يعني كما قلت الجباية البترولية هي جباية غير مستقرة يعني ولا نتحكم فيها، يعني حتى وإن كانت حسب الأسعار لكن هي ثابتة ولكن يعني غير مستقرة. نتكلم على الجباية العادية اللي من المفروض المبدأ الأساسي في نتحكموا فيها أنه الجباية العادية تغطي على الأقل نفقة التسير. هذا اللي مازال ما وصلنا لهش كهدف. إذن أنا نظن بأنه لازمنا أولا نوسع القاعدة الجبائية، وبدأت بعض الإجراءات في قانون المالية للإدارة الجبائية بدأت تأخذ بعض الإجراءات أنها لا تمس الضرائب والضرائب والرسوم على المؤسسة وعلى الدخل الإجمالي، بدأت تمس كباقي الدول بعض الرسوم والضرائب الغير مباشرة اللي ما يحسلهاش المواطن البسيط بقوة وما تحسلهاش المؤسسة، اللي هي بعض الرسوم الغير مباشرة، بعض العقوبات اللي ما تغيرتش منذ سنوات. نتكلم على الجباية العادية، الجباية المحلية اللي من المفروض انه راح يصدر قانون تاع الجبايه المحليه مع اللي يكون فيه جانب الجبائي كبير جدا باش نعطي للبلديات امكانيات الحصول على مداخل اكبر، تمويل خاص أيضا. تمويل خاص اللي راح يخفف الضغط على الميزانيه المركزيه على الخزينه المركزيه. نتكلم على السوق الموازيه اللي تقريبا راه عندنا ضايع تقريبا 40% من الجبايه في السوق الموازيه اللي ماهيش مسجله لدى المصادر الجبائيه. نتكلم على الرقابه الجبائيه اللي من المفروض ايضا المعدل تاعها راه ضعيف، لازم نعطي الوسائل
التنمو ديال العمل الضرائب. إذن نظن بأنه الإدارة الجبائية اليوم لازم نمكنها باش تلعب الدور الكبير في الرفع من مداخل الجباية العادية، لأنه مش ممكن أن نمشوا بهذه الوتيرة من المداخل. إذن ننظر بأن الحلول موجودة. أيضا يعني فيه إمكانيات كبيرة جدا بأنه يكون فيه إصلاح جبائي، لأنه الجباية الحالية، النظام الجبائي الحالي، يعني شوف كل في قانون المالية الإدارة الجبائية ما تلقاش مجال تحرك، ما تلقاش مجال تحرك، لأنه السيد رئيس الجمهورية وعد بأنه ما يكونش فيه زيادة في الضرائب والرسوم. ممكن يكون فيه تنوع، تنوع لانه علاش لا، هو يقول لك لا تو لامبو من بعدك تزيد تو لامبو دي تو لامبو. لكن كاين حاجه، هو ما يهم المؤسسه والمواطن البسيط ماهوش انك تزيد له في الضرائب، انك تزيد له في العبء الجبائي. ممكن تكون عندك خمس ضرائب العبء الجبائي 2% بالنسبه للمؤسسه، ممكن يكون عندك ضريبتين والعبء الجبائي 10%. اذا ممكن ان نوسع ضرائب الرسوم باش نوزعها، نخفف من الضغط الجبائي، ولكن لازم نوسع القاعده الجبائيه. فيه اجراءات اكيد في قانون الماليه، ولكن نظن بانه يجب التحرك من، نتمنى في قانون الماليه 2026 يكون فيه اصلاح جبائي، لانه علاش بدات الهوه تكبر يعني نوعا ما، اللي كما ذكروا الاساتذه لازم ايضا تكون عندي عين الحذر على هذا الجانب الهام جدا. شكرا لك. سيد كاوبي، ما هي اليوم الآليات الكفيلة من أجل رفع من قيمة التحصيل الضريبي، خاصة ما تعلق بالضريبة العادية أو الجبائية العادية؟ الآن فيها أمر مهم، امتيازات جبائية كبيرة تعطى للمؤسسات، الأمر الذي يقلص من دو لا بوبولاسيون، من عدد الشركات المهمة التي حقيقة تشارك في دفع الضرائب والرسوم. الآن في مقاربة يجب أن نذهب إلى تقييم la dépense fiscale، لأن كل الاستراتيجيات المقارنة في الدول الأخرى التي تتبنى عملية منح امتيازات للقطاع الاقتصادي مبنية على نظرية العقد، بمعنى أنني نعطيك امتيازات كاستثمار بالمقابل فيه عائد على الامتيازات. وحنا للأسف الامتيازات موجودة في العقار، موجودة في الدعم بطبيعة الحال، في القروض 50% على الأقل كدعم لنسبة القروض، امتيازات في الإعفاء من الضرائب على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات التي تدخل في الإنتاج، وبالنسبة للرسوم الجمركية. وهو أمر إيجابي، إيجابي يعني إيجابي تحفيز الاستثمار على شرط، على شرط ما نتكلموش، لأن المبدأ لما نتكلموا على الجباية ومحاسبة مبدأ القيد المزدوج، لا نتكلم من جهة واحدة، يجب الطريق اللي تدي تعود تجيب، لكن نعطي لك حتى وإذا الخزينة العمومية، لكن لأن الامتيازات شكون تمدها؟ المجموعة الوطنية، الخزينة العمومية، وتمدها على أساس مشروع الذي قدم وعرض وتعهد فيه صاحب المشروع بنتائج محددة، قيمة معينة من الإنتاج، قيمة محددة من القيمة المضافة، عدد مناصب من الشغل، مناصب الشغل، وفي العديد من الأحيان تعويض سواء الاستيراد أو توجيه جانب من السوق المحلي. إذن للأسف قول بأن منذ 93 إلى يومنا هذا لما نقوم بموازنة نجد بأن العبء الضريبي الذي ترتب عن الامتيازات كبير جدا، ولم يرافقه بشكل مضطرد مداخل. هذا واحد. اثنين، الأمر الأساسي هو أن الخزينة العمومية ما عندهاش عصا سحرية من أجل زر من أجل أن تكون فيه زيادة المداخل. الأمر الأساسي هو الاقتصاد الفعلي. الاقتصاد الفعلي لازم تكون فيه حركية أكثر، استثمار أكثر. ولذا فإنني أقول بأن المنطق الامتيازات الجبائية أبان بأنه ليس الأمر المحدد في زيادة ديناميكية الاقتصاد، لو أخذنا بعين الاعتبار التقييم المراحل القادمة. لذا يجب أن نحل الشفرة وأن نذهب إلى الإصلاحات التي تمكننا من إرساء اقتصاد سوق تنافسي فيه تكافؤ الفرص، فيه مقروغية العوامل التنافسية التي هي الوحيدة. ويجب أمر مهم للغاية، تصحيح منظومة السعر التي للأسف في اعتقادي هي العامل الأساسي الذي ينقص من ديناميكية الاقتصاد الفعلي، ويجعلنا حابسي منطق الخزينة العمومية ومنطق الميزانية. لكن اليوم الإشكالية هل هي في قيمة الضرائب أو في التحصيل الضريبي؟
اليوم هناك شركات الإشكال أيضا في التحصيل الضريبي. الاثنين الأساس لما يكون فيه توسيع للوعاء ويكون فيه تقليل على المستوى العمودي من النسب بشكل يجعلنا أنت قلت بكتكلم سي سلامي تخو دامبو تشو دامبو. الإنسان اللي يستثمر يحب يربح ويحب يكون مداخل تقعد له جانب أكبر من المداخل بالمقابل 30-35% تذهب إلى مكتب. إذن الأمر مرتبط بالتحصيل ومرتبط بالعدالة لأن هذا هو الأمر الأساسي. ليكيتي فيسكال سيت ان إليمون تري امبورطون. الأمر هو أن يكون فيه عدالة على مختلف المتنافسين في الساحة الاقتصادية حتى تكون فيه مشروعية للضريبة. ضريبة تقبلها لما تكون مطبقة بشكل متكافئ على الجميع وبشكل لا يؤثر على تحفيز عملية الاستثمار. وفي اعتقادي أن هذه المقاربة الاقتصادية يجب أن نذهب إليها وليس المقاربة المحاسباتية فقط التي تعمل على زيادة ضرائب، لأن الأصل أننا لم نكبح منطق الإنفاق. إنفاق في جميع المجالات وفي شكل، نعطيك مثلا، الكل متفق على أن الدعم الاجتماعي أو التحويلات الاجتماعية غير عادلة، مكلفة بشكل كبير للخزينة العمومية وتؤثر سلبا على العملية الاقتصادية على العملية التنافسية. أنا لا أقصد فقط دعم المواد الأساسية بعيدا من ذلك التي مرة أخرى هي تمول بطريقة شمولية وغير عادلة، لكن يجب أن نأخذ وقت نقوم بعملية التقييم وإلا نسرع بعملية الرقمنة أيضا لأنها ستمكن من أن تعطي مقرؤية أكثر وأن تساعد. ولكن يجب أن نصارح بأنفسنا بأمر مهم للغاية، أن مداخلنا المفروض أن تذهب إلى الاستثمار أكثر من الاستهلاك. لماذا؟ لأن من الناحية الاقتصادية الأمر الذي يطرح سي لافيكتاشون دو ريسورس، عندي مداخل حتى ولو كانت جبائية إلى أين أنفقها؟ يا هل ترى في الاستثمار اللي عنده عوائد ويخليني نتحرر نهائيا من مشكلة عملية التوازن، وإما أبقي على عملية دعم مكلفة ولن تحل عبر مرور الزمن. هذه هي الإشكالية الكبرى. اليوم شفنا أيضا في مشروع قانون المالية أداء بعض القطاعات في 2025-2026، شفنا زيادة نسبة 6% خاصة في القطاع الصناعي، هو قطاع شفنا فيه إشكال اليوم القطاع الصناعي لما نسبة المساهمة تاعو في قطاع في الناتج المحلي الخام يعني ضعيفة شوية، لكن في 2025 شفنا راح يكون 6.2، 2026 يكون بزيادة 6.9%. هذا هو الهدف المرسوم، واعتقد ان رغم 6.6% لازلنا عن بعيد عن المنطق الذي مساهم القطاع الصناعي. لا يمكن ان تكون اقتصاد قوي دون قطاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. صناعي مهم، وهذا يطرح إشكالية القطاع التجاري والاقتصادي العمومي الذي يجب أن يعالج. كل المترشحين والسيد رئيس الجمهورية في برنامجه تكلم بطريقة واضحة جدا على مراجعة تسيير وتنظيم القطاع الاقتصادي العمومي. إذن اقتصادنا يجب أن يعاد ترتيبه وتنظيمه حتى يكون له المردودية على مستوى الإمكانيات الموجودة. احنا بعيدين، لما نقارب النتائج والإمكانيات يجب أن نعمل أكثر بصراحة. هناك كل شيء متاح، يعني القانون موجود، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كاينة، يعني كل شيء اليوم متوفر. هذا الدكتور تغسي تكلمت على الوكالة. دائما أؤكد على أمر مهم، ما ينتظرنا المخطط الوطني للاستثمار والمخططات المحلية للاستثمار، لأن المشكلة ليس مشكلة التحفيزات. الأمر الأساسي الذي جاء بقانون الاستثمار ليس التحفيزات لأنها كانت موجودة من قبل، جاء بأمر مهم للغاية، المخطط الوطني للاستثمار. ونا بزوان دو بلانيفيكاسيون. الاستثمار ما هوش أمر آني، أمر على طويل المدى، قصير طويل المدى. بعد سنتين ونصف من سن قانون الاستثمار وإحداث الوكالة، أين نحن مع هذه الوسيلة المهمة التي هي المحدد الأساسي في تحرير عملية الاستثمار، اللي هي المخطط الوطني للاستثمار الذي يجب أن يكون منسجم مثمن للإمكانيات ومقروء مع العامل المتعامل الاقتصاديين ومعروض في المنصة الرقمية. المنصة الرقمية يجب أن تفعل بشكل يعطي المقروئية، وأيضا مخططات المحلية للاستثمار إن أردنا أن نثمن القدرات المحلية يجب أن يكون مخطط مسند مدروس وموضوع حيستنفذ. هذه الأمور التي تنتظرنا بسرعة، ويجب علينا أن نعمل حتى نتخلص من عملية عدم التوازن، وحتى نعطي للخزينة العمومية إمكانية أن توسع الوعاء الضريبي وأن تقلل من الضغط الضريبي بطريقة اقتصادية مفيدة وليس طريقة محاسبية لا تسمن ولا تغني من جوع. دكتور تغسي، يعني من أهم القطاعات اليوم هو قطاع البناء والأشغال العمومية. الجزائر مقبلة على إنشاء أو إنجاز 2 مليون وحدة سكنية. أهمية هذه يعني الخطوة في حد ذاتها راح تحرك الاقتصاد. معروف طبعا كريمة المشهورة، لما القطاع البناء يمشي كل القطاعات تمشي معه، كل القطاعات منها. مهم جدا أنه نعطي حركية بالنسبة لهذا القطاع، خاصة أنه اليوم البناء الجزائري 100% من المواد الأولية الجزائرية، تقريبا كل الإنتاج الوطني سواء بالنسبة للإسمنت سواء بالنسبة للحديد سواء بالنسبة للأجور سواء بالنسبة لكل تقريبا كل المواد. وارتقينا في قضية تصدير كثير من المنتجات، ولكن بالمقابل مهم جدا وضع طبعا خريطة وطنية بالنسبة للإستثمار. نحكوا على لما نقول خريطة وطنية كأننا نجاوب عن سؤال ماذا نريد الاستثمار طبعا اللاحقة، ما هي نوعية الاستثمارات المطلوبة اليوم، ما هي كمية الاستثمارات، لأنه ما هي حجم الاستثمارات، لأنه لما نقول طبعا الحجم معناتها نحتاج مؤسسات كبيرة، وحتى المكان نتاع هذه المؤسسات وين يمكن معناتها تظهر الاستراتيجية، تظهر طبعا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. واليوم طبعا ننتظر لما يجي اسم مستثمر أجنبي ويجيب المشروع معه. لا، مفروض تكون عندنا خريطة وطنية بالنسبة لقطاع الطاقة، ماذا نريد في قطاع الطاقة، ما نوعية المشاريع التي نريدها في قطاع الطاقة، ما هي المناطق اللي يمكن أن نوضع فيها المشاريع في قطاع الطاقة، قطاع طبعا المناجم، قطاع الفلاحة، كل تقريبا القطاع. وتولي عندنا تقريبا خريطة وطنية نبني بها طبعا
المعتقدات نتاعنا الاستثماريه في المرحله القادمه، وتكون عندنا طبعا لما يجي المستثمر قال شوف نوعيه الاستثمار اللي ممكن يجي له. معناتها لما يجي المستثمر ما يجيبش المشروع نتاعو، اليوم مازلنا ننتظر في المستثمر يجيب المشروع نتاعو ويعطينا هذا المشروع نتاعو. هنا ينبغي ان تكون مقروئيه بالنسبه لكل المشاريع. وهنا نعطيك مثال برك بسيط في قطاع السياحه، قال ما نوع الفنادق اللي ممكن تحطها في المناطق الشمالية؟ أي يمكن طبعا أن تكون هذه المناطق، أي يمكن أن تكون هذه الفنادق في 5 نجوم، بعدها 4 نجوم، بعدها 3 نجوم، بعدها هذه السياحة في قطاع طبعا شاطئي فقط. معناتها بنفس السياحة الداخلية، السياحة الاستقرارية. تقريبا عندنا 40 قطاع سياحة، عندنا 40 سياحة موجودة في الجزائر. عندنا سياحة رياضية، سياحة فلاحية، سياحة جبلية، صحراوية، سياحة كل تقريبا السياحة موجودة موجودة في الجزائر. معناتها لازم تكون خلية التفكير على مستوى كل قطاع باش تبرز نوعية الاستثمارات في المراحل القادمة. وهنا والنتيجة أنه يعطي لك مخطط قصير طويل المدى، يكون وسيلة من أجل تسيير عملية التحفيز والضبط. بمعنى أن التحفيز لا يكون جينيريك لأي قطاع المحروقات، كل قطاع المحروقات، ولكن تكون آلية حديد. تحدد وتضبط حسب المحتاج الحاجيات. اليوم شفنا انه الفكره بدات تنضج خاصه بالنسبه للتوزيع طبعا الجهوي لمشاريع اقتصاديه فعلا. على اساس خلق المشاريع على اساس التحفيزات، نعطيك دير لي فن عامه مشروع ونعطيك تحفيزات اكثر من اكثر من الشمال. بالتالي انه راح نوجه تنوعيه الاستثمارات في المراحل القادمه عكس المرحلة السابقة اللي كانت موجودة كلها في المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية ما فيهاش لا التحفيزات والتوجيه للاستثمارات. قضية توجيه الاستثمارات يجب أن تكون مهمة مرتبطة حاجة الأولى بالمادة الأولية اللي موجودة تثمين حتى نحترم سلسلة القيم في المجال أكيد. الصناعي أكيد. هذا أمر مهم. ثم حمزة حكيت نقطة مهمة جدا، قلت انه نوعيه المشاريع والقوانين اللي كانت موجوده في المرحله السابقه، نظن انه بكل صراحه كانت قرارات مهمه جدا شجاعه بعيده عن نوع الاقتصاد وحجم الاقتصاد، خاصه بالنسبه لقرارات مهمه شفناها في مجلس الوزراء فعلا. من بينها قضيه المناطق الحره، كيف يمكن انه شفنا المراسيم التنفيذيه في المرحله السابقه اللي طبعا ايجاد حتى بالنسبه لقانون الماليه، تقريب قانون المالية يعطي وضوح ورقة الطريق لنشاط هذه المناطق. نظن المراحل القادمة مش فقط أنه كيف يمكن نفكر، لا كيف يمكن حاجة الأولى أن كيف يمكن استقطاب الأموال الموجودة في الجزائر. نظن أنه كان قرارات مهمة في اليوم في مجلس وفي القانون ومشروع القانون بالنسبة للتعامل، قضية التعامل بالعقار ممنوع المرحلة القادمة إن شاء الله نفعلها في هذا القانون. قانون بالنسبة لبيع السيارات ممنوع التعامل بالجانب النقدي، عدة مشاريع تحفيز أيضا السوق المالي اليوم بحاجة لتحفيز السوق المالي يعني البورصة استقطاب طبعا الأموال، ولكن بالمقابل دائما نفكر كيف نفكر استقطاب هذه الأموال وتحويلها لاستثمارات حقيقية من خلال طبعا تحفيزات مهمة جدا. أول حاجة كما ذكرت تحفيزات وتحفيزات جبئية، كيف يمكن، لأنه في كثير من دول إفريقيا هو قال رقم كبير، لما نقول كنا في إفريقيا وصلت لمستوى 15%. إذا أردنا باش نعطي لأنه شوف ضريبة مع الثروة ميزان، يا إما تزيد ضريبة وتهبط، يا إما طبعا تقلص طبعا ضريبة وتزيد ثروة، يا إما تزيد الضريبة وتنقص لك الثروة. هذو الإشكال لازم نلعب طبعا على الحبلين في المراحل القادمة. كيف يمكن، نظن سلامي قال يجب إصلاح ضريبي مهم جدا، ننتظر تقريبا منذ سنوات هذا الإصلاح الضريبي اللي راح يعطينا حلول في المراحل القادمة. وحتى بالنسبة للمداخل الضريبية راح تكون طبعا كبيرة في المراحل، لأنه يعني اليوم تحصيل ضريبي تقريبا أقل من 30%. لا هو في مجهود بالنسبة للتحصيل اليوم هو
كان عندنا التحصيل الجبائي للدرجة الجبائية عندها حقوق أو ديون على المواطنين المكلفين بالجبائي اللي كان يتجاوز 11000 مليار دينار جزائري، ولكن فيه مجهودات اللي خلات الدرجة الجبائية لا فيه مجهودات كبيرة جدا على تحصيل أموال الدولة والتضييق على الناس اللي كانت فيها ديون غير قابلة للتحصيل، ولكن جزء منها اللي ما لازم معالجته، ولكن كاين ضرائب ورسوم على مكلفين بالجبائي معروفين لليوم المجهود متواصل باش يتحصل منه. لكن أيضا عصرنا عملية التحصيل الضريبي اليوم مهم جدا، رقمنتها اليوم والله الرقمنة راهي ماشية، ربما ما زالت ما وصلتش إلى درجة كبيرة جدا، لأن الرقمنة ما تنساش الرقمنة لازم تمس كل الإدارة الجبائية بما فيها لميزون نافر دو لينبول اللي هي التسيير الضريبة، فيها المنازعات، فيها الرغبة الجبائية، وفيها التسيير العام. دونك رانا نمشيو خطوة بخطوة، الإدارة الجبائية تمشي خطوة بخطوة. أنا دائما نركز على على على, على الإمكانيات، لأن الإدارة الجبائية نظام النقدي كده. نعم، لأن الإدارة الجبائية هي مستعمل للسيستم د انفورماسيون، ماهيش هي اللي تسير فيه. لو كان جات تسير فيه أنا نقول عطينا الأموال حتى الإدارة الجبائية دارت نظام موازي اللي هو مساهمتك اللي نجح يعني على مستوى المفتشي الضرائب. أنا تمنيت لو كان الإدارة الجبائية هي اللي كانت هي تسير ملف الرقمنة، ولكن نظن بأن ماشيين في الرقمنة، ربما من على نهاية السنة تكون تقدمت الأمور كثير، ولكن الرقمنة تساعد كثير، تساعد لأنه ما تقدرش أنت تسير 58 ولاية مع المساحة الشاسعة مع عدد المكلفين بالضريبة يعني بطريقة مهمة اللي تحقق لك المداخل الجبائية إذا كان ما عندكش رقمنة، خاصة مع القطاعات اللي عندها المعلومة الجبائية، لأنه كاين قطاعات هامة جدا اللي لازم يكون الربط مباشر مع الإدارة الجبائية اللي لما تكون العملية تكون المعلومة عند الإدارة الجبائية. هذا يتم عن طريق الرقمنة الأفقية ما بين وزارة المالية والإدارة الجبائية مع باقي القطاعات، بحيث أنه نحصل على المعلومة، لأنه حاليا ومن قبل كانت باش تحصل على المعلومة لازم لك وسائل كبيرة جدا، وسائل مالية، وسائل بشرية، وسائل عمل في الميدان، يعني باش تبحث على المعلومة بحث يعني مادي. أما مع الرقمنة هراك تربح مجهود وتربح وقت وتربح حتى المعلومة تكون حقيقية وصحيحة. هذا اللي أيضا هام جدا بالنسبة للإصلاح الجبائي. نتمنى بأنه نمشي في الرقمنة هذه لأنه راح تساعد كثير في الرفع من مستوى التحصيل الجبائي. دكتور تغيسي، قانون البلدية والولاية اليوم تحصيل لم أجيب على السؤال الأول كذلك تاعك. كم الإجابة ما شاء الله؟ طبعا في المشروع خاصة بالنسبة للعهدات قريبا 2 مليون سكن، وهذا طبعا هو أفاق وحلم بالنسبة لكل جزائر، سواء بالنسبة لعدل اللي تقريبا 135,000 نظن موجودة في هذا القانون، وكذلك أرقام أحوال أخرى ممكن تعطي حركية بالنسبة للمؤسسات، لأنه راح نشوف عدة مؤسسات وطنية منجزة. نظن أنه بعض المؤسسات اللي كانت صغيرة نعرفوها في المرحلة السابقة، هذه المؤسسات أصبح اليوم طبعا كبيرة وتنجز ألاف من السكنات، ويعطي قوة أكثر بالنسبة لهذا القطاع، بالنسبة للمنتجين، بالنسبة للمواد الأولية، لأنه راح نشوف مصانع، راح نشوف حركية بالنسبة للاستثمار في طبعا هذه المواد، وراح نشوف الأثار تاعها بالنسبة لي توفير مناصب العمل. توفير مناصب العمل تقريبا مرة في السنوات الماضية كنا نشوف تقريبا كل بلدية العمال كلهم يخدموا في إطار السكن. نظن أنه هذه المشاريع ممكن تعطي حلول في المراحل طبعا القادمة، وتعطي حلول بالنسبة للجزائر. ولكن نقول له دائما قضية الدعم الاجتماعي وعلاقته بالسكن، قضية التمويل كذلك علاقته بالسكن، قضية الدفع الرقمي وعلاقته بالسكن، لأنه لما تكون عندك كل المعلومات هذه راح تعطي حلول. نظن القطاع الوزاري ممكن حتى السكن الاجتماعي راح تكون عملية رقمنة فيما يخص السمع السكن الاجتماعي، ومعايير مضبوطة تحصل، لأنه من غير معقول أنه البلدية توزع السكن بهذه الطريقة العشوائية، خلينا نقولها أنه قطاع السكن يرتقي إلى مستوى رقمي حقيقي لا معايير، ولكن التناقض اللي موجود على الجماعات المحلية في البلدية في توزيع السكن مازال تخضع طبعا للشبعوية وتخضع لكثير من المعايير. إذن نظن أن القطاع طبعا مبادر من خلال الإصلاح، نظن منظومة رقمية تحتاني بقضية توزيع السكن وقضية معايير لتوزيع السكن والحصول عليها في المرحلة القادمة. قلنا أنه هو مرتبط بقضية الرقمنة لأنه راح يعطينا معلومة متكاملة ويمكن تقلص الفاتورة بالنسبة لحتى قطاع السكن في المراحل القادمة، إذا كان عندنا هذه البيانات وهذه المعلومات والانتركونيكسون ما بين كل قطاع. لأنه أعطيك مثال،
في كثير من السكنات تم تسكن وبعد السيد تقريبا سيارات سوى مليار قدام السكن هذا. بالتالي انه المراحل القادمه لما تكون عندنا منظومه متداخله رقميه حقيقيه نقدر نعرف ونقدر نقلص من فاتوره ب طبعا هذه تاع السكن. شكرا لك السيد سلام. يعني نتحدث ايضا عن تحصيل الضريبه على المستوى المحلي، اليوم نشوفوا في البلديات والولايات يعني تحصيل الضريبه تاعهم ما كاش منعدم احيانا. وش هي اليوم الاليات اليوم باش نحسنوا التحصيل الضريبي المحلي يعني خاصه على المستوى والله البلديات؟ نظن بانه ربما تكلم على التحصيل ولكن تكلم على فرض الضريبه ايضا، لانه كاين فرض الضريبه كاين التحصيل، التحصيل اللي هو مكلف بالضريبه عنده اما انه صرح اما انه خضع للتحقيق يبقى عنده دين جبائي يجب تحصيله. اولا نتكلم على تغطيه النسيج الوطني للمكلفين بالضريبه اللي جاء تغيير في النظام الجزافي كما تعرف بانه نظام خص المكلفين الصغار اللي دخلنا فيه عدد كبير جدا من الشركات والمؤسسات الكبرى، وكان هذا عنده تأثير كبير على النظام الجبائي الجزائري اللي اليوم الحمد لله المدير العام للضرائب استدرك الأمر وراح ابتداء من سنة 2026 نعودوا للنظام القديم اللي هو نظام الاتفاقية. هذا رايح يشمل عدد قليل جدا من المكلفين بالجبائي اللي راح يكون على مستوى البلديات خاصة على مستوى كامل بلديات الوطن. هذا راح تسير الإدارة الجبائية على المستوى المحلي بطريقة مباشرة، راح يكون مراكز الجوارية الضرائب بالتواصل مباشرة مع المكلفين بالجبائي. يبقى المؤسسات والضرائب على المؤسسات هنا اللي رايح يكون فيه الرقمنة ورايح يكون فيه إعطاء الإمكانيات للمدير العام للضرائب كإدارة أو كجهاز يسهر على فرض الضريبة وتحصيل الضريبة ومراقبة الضريبة. هذا أمر هام جدا، لأنه اليوم نتكلم نعود نولي للجبائي العادي، لأنه الإدارة الجبائية خاصة العمل تاعها الكبير هو الجبائي العادية، لأنه الجبائي البترولية كما تعرف معروفة واضحة تبقى الجبائي العادية هذه اللي تتطلب إمكانيات كبيرة جدا. يعني تتصور أنت النسيج الوطني هل الإدارة الجبائية لديها الإمكانيات باش تتدخل في الميدان؟ هو صحيح ربما فيه تحفيزات اللي تخلي المواطن هو يجي للإدارة الجبائية هو اللي يصرح، ولكن يبقى دائما النظام الرقابي أو الرقابة كوسيلة. يعني نحب نكره هو سواء رقابة رقمية أو رقابة فعلية على ملف المكلف بالجباية، هذا أمر هام جدا وهذا يحتاج إلى وسائل كما تكلم سيكاوبي. رحنا معطينا بزاف الامتيازات بالإضافة إلى عدم إمكانية تغطية النسيج الوطني من المكلفين بالجباية، معناتها هذه الامتيازات اللي مديناها يجب أن تكون لها متابعة. كاين امتيازات جبائية اللي خلقناها عندها أكثر من 20 سنة وأكثر من 30 سنة ما زالت نفس الامتيازات اللي هي في العديد من الضرائب والرسوم وتتكرر كل سنة، معناتها المؤسسة تستفيد من الامتياز هذا سنويا، في حين أنه النتائج أين هي النتائج؟ يجب على الإدارة الجبائية أو خلينا نقول لأنه علاش الامتيازات الجبائية والنفقة الجبائية ما هوش قرار فقط جبائي خاص بالإدارة الجبائية، هو قرار اقتصادي أو اجتماعي، لأنه كل امتياز جبائي اللي تبعه نفقة جبائية عنده هدف إما اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو صحي. أو إذا على الوزارة المالية والإدارة الجبائية أنها تتبع قال ماذا كلفتني هذه الامتيازات، هل لازمني نحد منها، هل لازم نزيد، هل لانه كاين بعض الامتيازات اللي ما مدتش نتيجه وباغي تمشي المفروض انها تتوقف هذا مش راني نقول بانه الاداره الجبائيه مثلا ما راهيش تراقب، كاين مراقبه قال الانسان دا امتيازات جبائيه في اطار لندن من قبل ولا اليوم في الوكاله بعد سنتين ثلاث سنوات يشوفوا التصريحات نتاعو يشوفوا هل قام بالواجبات الجبائيه نتاعو، ولكن انا نتكلم خاصه على الاهداف الاقتصاديه هذه ما تراقبهاش الاداره الجبائيه. لانه انا مديت مثلا امتيازات للقطاع الفلاحي للفلاح، ولكن هل الفلاح هذا والله الصناعي منتج والله في الخدمات في السياحة والله في أي قطاع معين هذا المردودية لازم هذا المردودية اللي تراقبه الحكومة. أعطيت لك امتيازات صحيح تراقبها الإدارة الجبائية، ولكن الأهداف الاقتصادية مش الإدارة الجبائية تراقبها، الإدارة الجبائية تراقب التطبيق فقط من ناحية جبائية، ولكن الأهداف الاقتصادية هل وصلنا إلى هذه الأهداف اللي من أجلها أعطينا هذه الامتيازات؟ شكرا لك سيد كاوبي. من الأهداف يعني المتوقعة من خلال قانون المالية 2000 ومشروع قانون المالية لسنة 2025 تحقيق نمو قدره 4.5 في سنة 2025، ممكن في 2026 أوديها بشوية لكن الوصول إلى 4.5%.
إذن نسبة نمو مواصلة المجهود مسار النمو يعني شفنا كان 3.9 اليوم 4.1 منذ 2021 منحنى تصاعدي وهو النمو الاقتصادي الذي يبين بأن فيه قدرات وفيه إمكانيات يجب أن تستغل بشكل أحسن حتى نتمكن من الحصول على مستويات نمو تمكننا من حل المشاكل الاقتصادية الأخرى المتعلقة سواء بالتشغيل سواء بالميزانية والمداخيل وغيرها. إذن نعتقد الآن أن نذهب إلى هدف كمي اللي هو 4.5 وهدف نوعي في أي قطاعات يجب أن تكون فيه ديناميكية أكثر. لا يجب أن يبقى قطاع الخدمات بمختلف سواء كانت السيرفيس مارشون ولا نون مارشون والقطاعات قطاع لو تيرسيير يشكلنا حوالي 74% من القطاعات التي تشكل نسبة النمو. يجب على الصناعة أن تشكل أكبر. اليوم هو قطاع الفلاحي هو اللي يشكل نسبة أكبر من نسبة اليوم. الآن بعيد عن النفط. القطاع الخدمات هو الأساس وقطاع النفط ثاني قطاع ثالث قطاع قطاع الأشغال العمومية الذي هو ممول عن طريق لا ديبونس بيبليك الإنفاق العمومي. الإنفاق العمومي يجب أن نتخلى شيئا فشيئا على منطق الإنفاق لأنه مرتبط بمداخيل يمكن أن تكون غير مستقرة. اليوم أيضا نحن بحاجة لتفعيل السوق المالي اليوم في الجزائر. السوق الفعلي السوق الحقيقي من بين مكوناته السوق المالي. إذن المالي مهم جدا. وهذا الأمر يحتاج إلى التصالح مع منطق الأسعار وحقيقة الأسعار اللي هو العنصر الأساسي الذي سيحل شفرة النمو على مستوى الاقتصاد الفعلي بشكل متواتر وبشكل مستمر. هذا هو المبتغى. إذن الآن مرحلة حتى الكتلة النقدية في السوق السوداء يمكن يجب يعني بطبيعة الحال خافي السوق هي الكتلة العملية الموجودة في السوق السوداء يجب أن تكون فيها مقاربة بأنها رأس مال يجب أن يضخ في عملية الاستثمار ونحن بحاجة إلى استثمار كثير في المرحلة القادمة حتى نحقق 7-8% يجب على الأقل الاستثمارات في حدود 130-135 مليار دولار وهذا أمر ممكن ولكن هذا الأمر يعود إلى عون مهمة هي عودة الثقة الكاملة تحرير القطورات عملية ضبط دونك لا ريغولاسيون أكثر ذكاء وبأكثر أدوات متعلقة بالسوق وهو المبتغى إن شاء الله في المرحلة القادمة. شكرا لك سيد محفوظ كاوي خبير اقتصادي شكرا جزيلا لك على المشاركة كما أيضا أشكر دكتور الهواري تغرسي وخبير اقتصادي والسيد جميل شكرا لك دكتور كما أيضا أشكر السيد أبو بكر سلامي خبير في المالية والجبهة شكرا جزيلا لك والشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدين دمتم في رعاية الله إلى اللقاء.